اهلا استاذ. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تنقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وتعزنا الحاره للناس اللي مساكن اللي توفوا، والله يجعلها مغفره للذنوب واللطف من الله. انا هذا الشيء اول مره تنشوفه في حياتنا، حنا هذا الشيء اول مره تنحسوا بهذا الشيء وبهذا الزلزال، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. واش باقيين متخوفين ولا باقيين كيفاش عايشين من الناحيه النفسيه؟ كنا في نفس اللحظه، في هذيك اللحظه كنا متخوفين. وفي الليل دوزناه صراحة مرعوبين شوية، ولكن دابا الحمد لله تا عندنا اليقين بالله سبحانه وتعالى. كيقولوا بعض الإشاعات ربما صحيحة أو غير صحيحة، يقول لك ربما هناك ارتدادات. لا، أنا تنصح الناس أنه يتبعوا المسائل اللي هي رسمية، البلاغات الرسمية، ما يتبعوش البلاغات اللي هي تشوش الناس، تتخلع وتزيد، والله يهدي هذوك الناس اللي تيبداو يخلعوا ويديروا بلاغات كاذبة. الناس اللي تبع البلاغات الرسمية، الحمد لله راه كاين طمأنينة عندنا، كاين الطمأنينة واللهم لك الحمد، كلهم متضامنين بعضياتنا وتكون الأخوة بيناتنا. أكيد أستاذ، أكيد. هذا ما نطلبه، وتعزنا الحارة، والله يعوض الناس. اللهم آمين، شكرا أستاذ، بينك موقفك. شكرا. إذا شكرا متتبعي متابعي قناة الحوار بريس، كما كنشوفوا، إذا النصيحة الوحيدة هو أن بعد أخبار الزائبة اللي كنقول أنها مازال ضربت أخرى، الله يجازيكم بالخير، من هذا المنبر هذا، ما تنشروش أخبار زائفة إلا من المصدر صحيح. مصدر إذا كان موثوق من الأخبار ديال اللي دارسين الزلازل أو الأخبار من الناس اللي مقربين من هذه الدراسة هذه، لأن الناس المواطنين كيعيشوا واحد الرعب، كيعيشوا واحد التخوف، حنا خصنا نعطيوهم واحد ليزيسبوار، بالفرنسي كيسموها بالعربية واحد الأمال، لأن الخوف قد يؤدي الإنسان إلى الموت في بعض الأحيان أو إلى القتل إلى غير ذلك، إذا أو بعض ارتباكات نفسية، إذا الدراسة ديال الخوف هي دراسة سوسيولوجية. لابد من مراعاة هذه الأفكار، ولابد من احتياط من إشاعة بعض الأخبار، إلا أن احنا دابا في لحمة واحدة، في كما كنقولوا احنا المغاربة كنعيشوا مع خوتنا في السراء والضراء، وبالتالي كنهي بعض الإشاعات اللي كتسرب بغير قانوني. إذا متتبعين متتبعات قناة الحوار بريس، بعد قليل سوف نفيكم بعد الجديد من خلال بعض التصريحات.